طيب تعالوا بقى نروح لبعثه النادي الاهلي، وطبعا زميلنا العزيز كريم احمد اللي انا بتفائل بيه الحقيقه يعني، وكل مراسلين قناه النادي الاهلي، لكن كريم دايما موجود في الاحداث الضخمه. فكريم اهلا بيك معانا على شاشه قناه النادي الاهلي. كريم، كل التحية ليك زميلي العزيز عبد الرحمن ناجي، وكل التحية لكل مشاهدينا وجمهور النادي الأهلي العظيم، ليه تحية أكيد كبيرة جدا كالعادة. قول لي بقى الأجواء عندك إيه؟ عارف في فرق ساعتين بيننا وبينكم، يعني أنتوا دلوقتي عندكم الساعة 4 مش 6 مش كده؟ احكي لنا بقى من أول الاستقبال لحد دلوقتي الأجواء في تونس عاملة إزاي؟ يعني بالتاكيد زميل عبد الرحمن في البدايه بنتمنى كل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي، الجهاز الفني، مجلس الاداره برئاسه الكابتن محمود الخطيب. الحقيقه يعني خلاص واصلين لخطوات بسيطه جدا تفصلنا عن منصه التتويج، زي ما احنا عارفين شوط اول هنا في تونس وشوط ثاني في القاهره. ان شاء الله باذن الله بالمجهودات الكبيره وبالترتيبات الحقيقه الاداريه والتنظيميه والفنيه، وايضا كمان على مستوى لاعبي النادي الاهلي ترتيبات عديده جدا، رغبه كبيره جدا، حماس شديد جدا كالعاده. ان شاء الله باذن الله عندنا تفاؤل بحرص، وده الوعي الكبير اللي فيه لعيبه النادي الاهلي وفي مجلس اداره النادي الاهلي والجهاز الفني، ان انت بتحترم المنافس بشكل كبير جدا، لكن بتحضر للمباراه، بتحضر للسيناريوهات. عشان كده هبدا معاك الرحله او البدايه من القاهره. الحقيقه يمكن كان اختتام التدريبات الاخيره على ملعب مختار التتش قبل التوجه الى تونس او قبل الوصول الى تونس، كانت مهمه جدا الحقيقه هذه التدريبه. ويمكن مستر كولر عقد جلسات سريعه مع لعيبه النادي الاهلي، وده كان امر مهم جدا ان ما يكونش في جلسات مطوله، ويترك الامر بشكل كبير للكبار لعيبه النادي الاهلي الكبار على رأسهم الشناوي اللي بيقوم بدور عظيم جدا الحقيقه مع كل لاعبي النادي الاهلي. انكار الذات مهم عبد الرحمن في هذه المرحله وفي هذه الفتره، وده اللي الحقيقه شايفينه مع كل لاعبي النادي الاهلي وتحديدا قائد النادي الاهلي كابتن محمد شناوي، اللي يمكن عنده وعي كبير جدا وعنده حرص كبير ان هو يأهل اللعيبه كل اللعيبه المتواجده نفسيا بشكل كبير. انت عارف عبد الرحمن في مجموعه يمكن لعبت في اجواء جماهيريه كبيره جدا ولعبت في ضغوطات كبيره، لكن عندك مجموعه كمان يمكن مشاركتها مش زي الاحداث اللي احنا فيها دلوقتي. انت عندك مباراه مهمه جدا بحضور جماهيري مكثف بتحضيرات كبيره جدا هنا في رادس، عشان كده محتاجه ان يكون في التحضير النفسي مهم جدا، تجديد الرغبه مهم جدا لكل لاعبي النادي الاهلي. لكن لو بنتكلم بشكل عام على الرحله كالعاده، طبعا الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي هو رئيس البعثه، بينضم له يمكن 7 من اعضاء مجلس الاداره، ايضا المهندس خالد مرتجي، الدكتور محمد شوقي، الاستاذ طارق قنديل، الدكتور محمد سراج، الاستاذ محمد الجرحي. هي رساله مهمه جدا الحقيقه ان في اهتمام كبير جدا 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 وفي مسانده كبيره من مجلس اداره النادي الاهلي كالعاده لهذه المباراه لعيب النادي الاهلي، لان زي ما بنقول لعبتنا بتجتهد بشكل كبير، عندنا صعوبات، عندنا مراحل بتطلع من البطوله المحليه للبطوله الافريقيه، فبتحتاج دوافع وبتحتاج الاب يكون متواجد بقيمه الكابتن محمود الخطيب اللي بتفرق بشكل كبير جدا مع كل لاعبي النادي الاهلي. فان شاء الله باذن الله تكون مردودها كبير وتستوعبها بشكل كبير جدا كل لاعبي النادي الاهلي. يمكن معروف في الرحله لتونس او من القاهره الى تونس يعني 3 ساعات او 3 ساعات ونص، الحمد لله يمكن وصلنا بسلامه الله الى مطار قرطاج، وكالحقيقه كان في استقبال كالعادة طبعا للنادي الأهلي بقيمته الكبيرة، سواء طبعا المعالي السفير الأستاذ إيهاب فهمي، وأيضا كمان رئيس مجلس إدارة نادي الترجي التونسي حمدي المؤدب الحقيقة، اللي يمكن استقبل الكابتن محمود الخطيب بترحاب كبير جدا. علاقات الحقيقة الطيبة اللي بتضم بين رئيس نادي الأهلي ورئيس نادي الترجي ده أمر مهم، وبتنعكس الحقيقة على جماهير، سواء جماهير النادي الأهلي أو أيضا كمان جماهير نادي الترجي. هي مباراة في كرة القدم، لكن العلاقات الحقيقية هي التي بتسود وهي اللي بتدي رسالة كبيرة. فالحقيقة كان استقبال مهم جدا لمجلس إدارة النادي الأهلي، ومنها مباشرة توجهت البعثة بالكامل إلى فندق الإقامة اللي هنقول قريب من المطار شوية، لكن لسه يعني هنتوجه إلى ملعب الفرعي النهاردة إن شاء الله بإذن الله للتدريب. هنشوف المسافة قد إيه مع التأمين، الأمور دي يا عبد الرحمن بتكون مهمة جدا وبتحتاج ترتيبات الحقيقة من الكابتن خالد بيبو، اللي يمكن بيقوم بدور رائع ومميز جدا في هذه المرحلة. التفاصيل الصغيره جدا عبد الرحمن في مباراه زي كده في تونس بتحتاج تنظيمات اداريه مهمه جدا، سواء كابتن خالد بيبو والكابتن سمير عدي الحقيقه اللي سبقوا بعثه النادي الاهلي وتواجده هنا للتحضير والتنسيق لكل الامور اللي بتسهل ان انت يكون التركيز في الجهاز الفني فقط لغير او الجانب الفنيه، لكن الجوانب الاداريه بتسهل لك بشكل كبير. عشان كده الحقيقه كل التحيه والتقدير لكل الطاقم، عندنا كتيبه متواجده بتقوم بدورها بشكل كبير، سواء الجهاز الفني ايضا كمان عمال غرف الملابس الحقيقه اللي دورهم مهم جدا. عشان كده ان شاء الله باذن الله ربنا كل المجهودات اللي بتبذل سواء من اول يوم او حتى ان شاء الله مع موعد المباراه ان شاء الله باذن الله يوم السبت، تكون فرحه كبيره جدا للشعب المصري وايضا كمان لكل جمهور النادي الاهلي. يمكن في اللحظات اللي انا بكلمك فيها عبد الرحمن هي المحاضره الفنيه الاولى لمستر كولر هنا في تونس، اللي يمكن هتبقى ليها اهميه كبيره مع التدريب الاول. معروف ان التدريب الاول في كل المباريات الحقيقه في البطوله الافريقيه بتكون مهمه جدا، لان بتديك مردود وبتديك الاشاره، الروح والحماس عامل ازاي، مدى تركيز اللاعبين، حاله اللاعبين عامله ازاي، وش اللاعب بيبان وهو نازل
التدريبات بتدي رساله مهمه جدا. لعيبتنا عارفه اهميه هذه المباراه، جمهور النادي الاهلي عارف اهميه هذه المباراه، لكن زي ما بقول لك الانطباع اللي بيوصل للجهاز الفني وللمدير الفني تحديدا مستر كولر في التدريب الاول بيكون مهم جدا. فيا رب ان شاء الله باذن الله الجرعه التدريبيه النهارده تكون جيده، مستر كولر يقدر ان هو يستفيد بيها، لعيبتنا تحافظ على بعضها بشكل كبير. السكواد المتواجد معانا في هذه المرحله عندنا غيابات عبد الرحمن انت عارف، لكن كل جاهز، كل اللعيبه اللي متواجده في بعثه فريق النادي الاهلي هنا في تونس يعني جاهزه بنسبه 150%، كمان عندها الروح الكبيره، عندها الرغبه الكبيره، عندها التضحيات الكبيره اللي احنا منتظرينها من لعيبه النادي الاهلي في هذه المباريات. فان شاء الله باذن الله اليوم الاول النهارده يكون طيب، يكون تدريب مميز لفريق النادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله مع مدار الايام تكون الامور طيبه جدا بالنسبه لنا عبد الرحمن. طيب زميلي كريم هسيبني من الشق الفني دلوقتي وهتكلم معاك عن الاجواء الصحفيه والاعلاميه في تونس والاجواء الجماهيريه في تونس. انت من الناس اللي حضرت نهائيات في تونس وحضرت ماتشات كتير في تونس وعارف العلاقه بين الصحفيين المصريين والصحفيين التوانسه والاجواء اللي بره الملعب وبره حاله الرياضه. الصحافه المحليه بتقول ايه على استقبال النادي الاهلي والاهتمام الاعلامي بمباراه الاهلي والترجي عامل ازاي؟ فاينل بطوله دوري ابطال افريقيا، وقول لي كمان جماهيريا الجمهور استقبل النادي الاهلي ازاي او الجمهور مهتم بالمباراه دي ازاي؟ بالتأكيد عبد الرحمن النادي الأهلي قيمته كبيرة جدا جدا الحقيقة يعني خارج مصر، وده اللي بنشوفه، ويمكن كمان هنا في تونس في اهتمام إعلامي كبير جدا سواء على المستوى الخاص للصحفيين الأخبار، الكل عارف قيمة النادي الأهلي بشكل كبير، محدش بيتكلم على النادي الأهلي إلا أن النادي الأهلي هو المرشح، النادي الأهلي هو الأقوى، النادي الأهلي هو اللي جاهز. يمكن الترجي مستر كولر تابع أكثر من مباراة للترجي عشان يكون في وقوف فني على المباريات وعلى الهايلايتس، لكن زي ما بقول لك هنا الصحافة بتأكد على قوة النادي الأهلي بشكل كبير جدا، ويمكن كمان هو عارفين قيمة الترجي بجمهوره وتواجد في الأجواء اللي احنا متواجدين فيها، لكن التصريحات كلها الحقيقة تصريحات طيبة جدا. يمكن احنا كمان في اليوم الأول احنا بنحاول عبد الرحمن ننتظر مع مرور الأيام حتى اليوم اللي قبل المباراة بتشوف الشكل العام ازاي، بتشوف الحالة بتاعة الشارع التونسي عامل ازاي، في ترحاب بالتأكيد، في احترام للمنافس بالتأكيد اللي هو النادي الأهلي، لكن النادي الأهلي قيمته كبيرة جدا هنا على المستوى الجماهيري. يمكن الشيء اللي بيسعدنا ان انت في كل مباراة حاسمة ومباراة كبيرة بتشوف الوافدين من أوروبا أو جمهور النادي الأهلي اللي بيجي من أوروبا. يمكن شفنا مجموعه وصلت امس الى فندق الاقامه هنا الحقيقه بتدي مردود ان في اهتمام وفي يعني اصرار كبير جدا ان جمهور النادي الاهلي هيكون العدد قليل، لكن احنا متعودين يعني زي ما بنقول ال1000 صوتهم صوت مليون، ده امر بيكون مهم حتى لو متواجد 1000 او 1500 مشجع او 3000 متواجدين، ان شاء الله باذن الله يكون مردودهم كبير. الحاله طيبه جدا هنا بالنسبه لاستقبال، حاله الجمهور طيبه جدا زي ما بنقول، لكن بننتظر مع مرور الايام. انت عارف طبعا الكوره ممكن يكون فيها امور بسيطه جدا الناس تسوقها بشكل يعني تخرجوا عن السياق اللي احنا متواجدين فيه، لكن الحمد لله حتى هذه اللحظه الامور ماشيه بشكل طيب جدا. منتظرين النهارده بس نتواجد مع في التدريب الملعب الفرعي النهارده ليه استاد حمادي العجرابي اللي هيستقبل مباراه النادي الاهلي ونادي الترجي يوم السبت. النهارده هنتدرب على الملعب الفرعي، منتظرين نشوف بعض الامور، التامين، التنظيم، وصلنا الامور دي بتفرق بشكل كبير جدا وبتخلينا نبني عليها عبد الرحمن خلال الايام القادمه. لكن ان شاء الله باذن الله كل متفائل هنا زي ما بقول في تفاؤل وفي احترام منافس، في حرص كبير جدا ان شاء الله باذن الله ربنا يكلل كل المجهودات سواء على المستوى الفني وايضا كمان لكل لاعبي النادي الاهلي. ذكرت انت كابتن خالد بيبو وذكرت وجود كابتن محمود الخطيب على راس بعثه النادي الاهلي، قول لي بقى معسكر النادي الاهلي الانضباط فيه عامل ازاي في وجود كابتن خالد بيبو وكابتن محمود الخطيب، اللي طبعا الاثنين ليهم دور مهم جدا. وجود كابتن محمود الخطيب في اي شيء بيضيف طابع خاص، هو ساحر في اي مكان، بيبقى ليه كاريزما خاصه، استقبال خاص، الناس حواليه طبعا بيبقى ليها، كل الناس بتبقى تحب انها تتكلم بس مع كابتن محمود الخطيب او تتصور معاه. الانضباط داخل معسكر النادي الاهلي في وجود كابتن محمود الخطيب وكابتن خالد بيبو عامل ايه؟ الحقيقه عبد الرحمن يعني لعيبه النادي الاهلي بقيمتها الكبيره جدا والخبرات اللي متواجده، تواجد الكابتن محمود الخطيب بالتاكيد بيكون اضافه كبيره جدا، بيدي رساله مهمه جدا للجميع. لكن اللي عايز اكده ان لعيبه النادي الاهلي في انضباطها المعتاد الحقيقه في هذه المباريات الحساسه وتحديدا في البطوله الافريقيه بتشوف انضباط في معسكر فريق النادي الاهلي ما بتشوفوش في اي نادي تاني، وده بيكون امر مهم جدا. احنا الحقيقه بنكون متواجدين في كل لحظة، بنكون متواجدين مع لعيبة النادي الأهلي في الفطار وفي الغداء وفي التحرك في المحاضرة في التدريب، بتشوف حاجات بتدي رسالة مهمة جدا وبتدينا انطباع ان لعيبة النادي الأهلي في قمة التركيز، عندها انضباط كبير جدا، ودي بالتوارث زي ما بنقول النادي الأهلي طول عمره في معسكراته منضبط جدا. لكن قيمة الكابتن محمود الخطيب الحقيقة ما بتكون متواجدة، المردود بيوصل للعيبة سريعا وده أمر مهم جدا. الكابتن محمود الخطيب ما بيتكلمش، لكن نظراته وتواجده وتحياته للعيبة يمكن شفناه في الطيارة سلم على كل اللعيبة، دي بتكون ليها مردود كبير وبتنعكس على كل لعيبه النادي الاهلي، بيعرفوا قد ايه ان الاب والقيمه الكبيره جدا حريص
ان هو يكون متواجد معاهم في كل لحظه. الاسئله المعتاده، يمكن الكابتن محمود على طول حريص ان هو يسال على كل شيء مع الكابتن خالد بيبو، في تنسيق كبير جدا للحاجات الصغيره عبد الرحمن انا بقول لك عليها، والحاجات دي هي اللي بتفرق وهي اللي بتساعد وهي اللي بتوصل النادي الاهلي الى منصه التتويج. عشان كده ان شاء الله زي ما بنقول احنا يعني خلاص على وشك خطوه مهمه جدا نحو منصه التتويج. يا رب ان شاء الله باذن الله الاجواء والمناخ والظروف اللي احنا متواجدين فيها وحاله اللاعبين كل الامور دي يا رب ان شاء الله باذن الله تنعكس علينا في 90 دقيقه. بنامل ان شاء الله باذن الله يكون فيها نتيجه ايجابيه، وان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يوم السبت يكون فرحه كبيره جدا لكل جمهور النادي الاهلي. ان شاء الله يا كريم، بشكرك على التغطيه المميزه دي كعادتك، يعني انت وكرو قناه النادي الاهلي كل اللي موجودين في تونس الحقيقه بيبقوا دايما ليهم دور، احنا بنشوف كل التفاصيل من خلالهم.